Okay, yes, uh, thank you. First of all, I would like to, to thank you, Your Excellency Minister for Foreign Affairs, Abdelaziz, for inviting me to Egypt. It's indeed a great pleasure to be here again. My last visit to Egypt was, um, well, uh, almost uh, five years ago as, as Prime Minister. And like back then, Egypt and, and Denmark to this day continue to have a strong uh, relationship. But a lot has changed in the world since my last visit here uh, five years ago. كثيرة تغيرت منذ زيارتي السابقة، أما زيارتي اليوم إلى القاهرة فتأتي في وقت بالغ الأهمية، فبلدان الشرق الأوسط وكذلك في أوروبا وإزاء التغيرات التي تحدث في العالم والتغيرات الاخرى واعتقد ان الشراكات القويه هي اهم شيء يساعدنا على مواجهه تحديات اليوم وغدا ومصر والدنمارك تتشاركان في هذه النظره واعتقد ان محادثاتي مع السيد رئيس الجمهوريه هذا الصباح اكدت ذلك وبالطبع فس نرحب بالزياره القادمه التي سيقوم بها السيد رئيس الجمهوريه الى الدنمارك هذه رساله قويه ولذلك فلقد قررت ان ازور مصر وهي اول بلد ازوره في هذه القاره بعد ان وضعنا الاستراتيجيه الجديده الخاصه بالقرن الافريقي هناك ضروره فتح فرص العمل للشباب المصري واليوم اريد ان افتح الاستوديو الجديد للبحوث في القاهره وهو دليل قوي على اهتمامنا بالتعاون بين البلدين ونحن ندرك ان مصر تتحمل عبئا كبيرا وانتم شركاء عظماء للاتحاد الابريقيه ولذلك نحن نرغب في زياده دعمنا ونزيد بتقديم 50 مليون دولار لبرنامج اوروبا والبحر المتوسط ونضيف هذا المبلغ الى المبلغ الذي قدمه الاتحاد الاوروبي واعتقد انني ارحب بما تفضلتم الاشاره اليه من اجتماعكم مع الجانب الاوروبي هذا امر بالغ الاهميه وبالطبع فان النظر الى انظمه اللجوء مهم جدا وكذلك فقد بحثنا الى سبل تعميق العلاقات بين الجانبين ولقد تفضلتم بذكر ذلك وفي الواقع فان الدنمارك تعمل مع مصر واليوم فهناك شركات دنماركيه تتوسع في انشطتها في مصر وقد قضيت هذا الصباح مع بعض ممثلي الشركات الدنماركية التي اعربت عن استعدادها لبذل المزيد هناك فرص كبيرة طبعا هناك تحديات وعقبات ولكن كل هذا نستطيع ان نتغلب عليه كما اننا قررنا اننا سنكرر لقاءنا في وقت لاحق هذا الخريف لنبحث في كيفية اضافة سبل اخرى لاوجه التعاون بيننا. أنني أقدر جدا هذا الاجتماع وأكرر لكم التهنئة على توليكم هذا المنصب فهذا أول اجتماع بيننا في هذا الإطار وأتطلع إلى التعاون الثنائي بيننا وبالطبع لقد ناقشنا موقفكم السياسي وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقول أنني أمتدح بقوة جهود مصر المستمره في الوساطه لابرام صفقه والوصول الى وقف اطلاق نار الذي يعتبر امرا بالغ الاهميه في عدم التصعيد ويبقى حل الدولتين هو الحل الممكن للمشكله بين اسرائيل وفلسطين هذا امر مهم ونحن نريد حلا باسرع ما يمكن وبالطبع لقد اشرتم الى اعتبارات وتوترات اخرى ومنها الموقف في البحر الاحمر الذي يؤثر تاثيرا كبيرا على اقتصادكم وهذا امر نستشعره بين بلداننا وبين بلدان لها انشطه في النقل البحري وبالطبع لقد اتفقنا ولا داعي لان اقول كلاما كثيرا بالنسبه للوضع في غزه الذي يشغلنا الى حد كبير فان الدول الاوروبيه وهي اكبر مانح وبينها الدنمارك اقوى المانحين انني اتطلع الى الزياره التي سنقوم بها غدا الى رفح بسبب وضعها الحالي ونحن راغبون في مزيد من الاستثمار تجنبا لهذه الكارثه الانسانيه وهكذا مع الوزير شكرا جزيلا على كرمكم وبالطبع لقد تسارحنا في تبادلنا للآراء في الموضوعات المختلفة وأرجو أن نستمر في ذلك وأن تنمو العلاقات بيننا في المستقبل وشكرا